حط لا كتاب. اميره بتقضي يومك ازاي؟ في رمضان ولا في الايام العاديه؟ في خلينا في نتكلم في الايام العاديه. الايام العاديه رمضان معروف مهم عندي قوي انه يكون الجيم جزء من حياتي، ده حاجه مهمه جدا عشان خاطر الصحه طبعا. يتشاف احنا محتاجين نقلب ده. ايه ده؟ ده بصل. لا خلاص هحط الشعريه بس. مهم جدا ان انا اروح الجيم اخلص شغلي كمان. مهم ان انا اقعد وقت كافي مع اهلي، لان انا بحب جدا القعده في البيت مع اهلي. ده في الايام العاديه. بحبها جدا يعني. انا اقدر اقول على نفسي كائن بيتوتي اكتر منه حد بيحب يخرج مع اصحابه يعني. يعني اذا عندي خروجه وان انا هقعد مثلا في البيت ونقعد نتفرج على فيلم ابيض واسود، لان دي اكتر حاجه يمكن بتجمعنا، انا افضل دايما الفيلم الابيض واسود بصراحه. ليه بقى؟ بيرجعك مثلا للزمن الجميل او بيفكرني بصراحه بجدتي. بعمتي الله يرحمها، كله الله يرحمه طبعا، بس يعني فكره انه يكون في حاجه بنتلم عليها وبنتجمع عليها في البيت، وبالذات لو كانت فيلم ابيض واسود من اللي هو بتاع الزمن الجميل ده، بتبقى الاجواء حلوه، بتبقى حلوه قوي. فكره ان انت تكون يعني ايه بتتفرج على افلام بسيطه ما فيش فيها مشاكل، ما فيش فيها اللي هي القضايا المعاصره، كمان بتحسسك ان انت عامل ايه نوع من انواع الاستجمام نقدر نقول. السحور بقى عند الاستاذه اميره ازاي؟ انا مثلا ما بتسحرش. لا لا، الا السحور. الا السحور. السحور بالنسبه لك طبعا مهم اكيد. فول، شاي بلبن. فول طبعا. حلو. انا الفول بعمله بطريقه مختلفه. طبعا الفول بالنسبه لك تقدر تخش المطبخ تعمليه؟ طبعا طبعا. عاده بتبقى الوالده هي اللي مدمساه. انا بس كل اللي بعمله ان انا بزود عليه الخيار والطماطم والسلطه اللي هي بتتحط فيها، عشان حتى يكون مليان نقدر نقول خضروات اللي هي بتكون فيها ميه كتير عشان ما تعطش عشان تاني يوم. حلو. ومهم جدا لما يتحط له زيت زيتون كمان. زيت زيتون مهم طبعا اكيد. وحتى لو عملتيه بشويه حمص ماشي، وحتى لو حطيت له زبده، الزبده كمان مفيده، الزبده الحيوانيه مفيده جدا، ما فيش فيها اضرار زي ما بيقولوا يعني. ومهم كمان ان انت تحط الشاي بلبن، كوبايه الشاي بلبن دي مهمه جدا في السحور. السحور بالنسبه لي جدا. حلو. يعني انا بالنسبه لي سحور شاي بلبن مع طبق الفول هو ده السحور بالنسبه لي. ممكن بيض يكون مسلوق، ممكن يكون مدحرج شويه، بالتالي هيبقى لطيف كمان. بس مش اكتر من كده يعني. يعني بس لازم السحور يوميا طبعا. تعرف لنا طبق الشوربه كمان؟ طبعا. يلا بينا. سخنه قوي. سخنه قوي قوي قوي. دايما الشوربه بتحب الكرفس والكرفس يحب الشوربه. نحط رشه الكرفس دي كده. يلا بينا. على الشوربه بس خلاص. ونغرفها. اتفضل. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي شوربه الشعريه بالجزر. يعني الحمد لله النهارده الاكل بتاعنا بسيط مش مكلف قوي. فيه شويه يعني هيلسي، يعني مش فيه دسامه كتير. بص انا فاهمه ان هو هيلسي، بس كمان مهم ان احنا نختار حاليا اكلات تكون مش مكلفه قوي. وفي نفس الوقت تبقى قيمتها الغذائيه عاليه. قيمتها الغذائيه عاليه. وكمان نقدر نقول عليها عزومه تشرف، نقدر نقول عليها من غير ما تكون مكلفه قوي. اميره بتميل للاكل الشرقي اللي هو التقليدي قوي قوي قوي، ولا الاكل الغربي السوشي بقى؟ لا خالص، انا مستحيل اكل سوشي نهائيا. والمكرونه عندي مش وايت صوص، لا هي ريد صوص زي ما اتعودنا عليها من واحنا صغيرين. طيب. انا شويه اقدر اقول ان انا بحب الهويه المصريه بتاعتنا بالاكلات المصريه. الاكلات بتاعتنا كل حاجه مصريه انا بحبها، وده دوري على فكره يعني المفروض ان انا هكون في يوم من الايام كرساله بتاديها من خلال طبعا ان انا لازم اكون متمسكه بهويتنا المصريه وتقاليدنا وعاداتنا، ولازم ننقلها جيل بعد جيل. زي ما انا شفت بره مصر في دول الاغتراب كل حد محافظ على هويته جوه بيته ويورثها للاجيال ثم الاجيال. بالظبط.